تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فنتمنى أن تقضوا معنا ساعة إذاعية مليئة بالفائدة والمعلومة. في بداية هذه الحلقة نتوجه إلى الزميل يوسف سعد، زميلنا يعني وما بقول مراسلنا ولكن عيننا في على مختلف الفعاليات الصحية التي تحدث في إمارة دبي. صباحك الله بالخير يوسف، وخبرنا وين أنت وما هي الفعاليات اللي يعني تسخر بها إمارة دبي في هذا اليوم. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين ومتابعي برنامج صحة وسعادة. محمود أنا متواجد حاليا في إنترنتال في الفيستيفال قبل قليل، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة دبي. انطلقت أعمال المؤتمر السابع لجمعية الإمارات والجمعية العالمية لأمراض الكلى. محمود في من الملاحظ إن بس يعني في ملاحظة كنت أود الإشارة ليها، وهي ان مكان دولة الامارات ومكان دبي العالمية هي اصبحت او هي التي عززت استقطاب مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمنتديات، وانا بتكلم هنا بالتحديد على المجال الصحي بجانب القمم الحكومية والعالمية التي تستضيفها الدولة تستضيفها مدينة دبي على وجه التحديد. هناك مجموعة من المؤتمرات، هذا الزخم محمود اللي أود الإشارة لي بيشير إلى ثقة العلماء وخبراء العالم في هذه المدينة، في توجهاتها، في دورها، في أهمية مساهمتها في تطوير حركة الصحة العالمية وكل الجهود التي تبذل من أجل مكافحة الأمراض والأوبئة بشكل عام في العالم. نرجع للمؤتمر اللي أنا متواجد فيه محمود. المؤتمر قبل قليل انطلق بكلمة افتتاحية لمعالي حميد محمد القرامي رئيس مجلس الإدارة مدير العام لهيئة الصحة دبي، أكد فيها أهمية مكافحة والتصدي بأمراض الكلى، وأشار إلى مجموعة من التقارير العالمية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية التي ربطت بين أمراض الكلى ومجموعة كبيرة من الأمراض المؤثرة والمهددة للتنمية البشرية في العالم. لأن أمراض الكلى لم تعد محمود والمستمعين يعلمون والجميع يعلم لم تعد بمفردها، فهي مرتبطة بالأمراض السكري، مرتبطة بأمراض المسالك البولية، مرتبطة بأمراض ضغط الدم والعديد من الأمراض التي يكتشفها العلماء بشكل متوالي. لذلك أشار معالي إلى أهمية تضافر الجهود وأهمية إسهامات العلماء في الحد من هذه الأمراض، سواء من خلال البحوث الطبية المتطورة الأكاديمية والعلمية أو تطوير الممارسات المهنية للاكتشاف المبكر لأمراض الكلى وما يرتبط بها من أمراض أخرى. وأيضا يعني وضع منظومة كما أكد ضرورة وضع منهجية أو سياسة عامة للوقاية من هذه الأمراض بشكل عالمي، وأشار إلى إمكانيات وقدرات هيئة الصحة بدبي للإسهام في هذا الأمر.
الأمر الوقائي الذي شدد عليه معالي، وأكد أن أطراف كثيرة مشتركة، ليست المؤسسات الصحية في العالم فقط هي المعنية بمواجهة الأمراض بشكل عام وأمراض الكلى بشكل خاص، ولكن هناك أطراف أخرى في المجتمعات، مؤسسات لها علاقة مباشرة بانتشار هذه الأمراض. أشار معالي أيضا إلى مجموعة من البلدان التي يعاني الأفراد فيها من تلوث الغذاء وتلوث المياه وتأثير هذا على تفاقم أمراض الكلى في العالم. جميل. يوسف، أيضا هناك مؤتمر آخر في على الخارطة معنا. بعد ساعة من الآن محمود ستنطلق أعمال مؤتمر الإمارات 17 لطب وجراحة العيون. الإشارة هنا كذلك لمجموعة النخب الطبية الحاضرة في هذا أو المدعوة لهذا المؤتمر من داخل الدولة وخارجها. المؤتمر وفق أجندته لم تنطلق فعاليات بعد، ولكن وفق أجندة المؤتمر محمود يتضح أن هذا المؤتمر على مستوى عالي جدا من المناقشات والموضوعات، وخاصة أنه يطرح مجموعة التحديات المفروضة على طب وجراحة العيون من الناحية الإنسانية ومن الناحية الطبية ومن الناحية المجتمعية، لارتباط هذه الأمراض بالتحديد على معدلات الإعاقة البصرية. ممتاز. طيب يوسف، أتمنى لكم التوفيق وشكرا لك على هذه الرسالة. شكرا جزيلا. كان معنا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد، وأخذنا في جولة سريعة لأهم الأحداث اللي تجري حاليا في إمارة دبي. يقول لك يعني إنفلونزا الرجال هل هي حقيقة أم وهم؟ يبالغ بعض الرجال في الشكوى عند الإصابة بالإنفلونزا، ما يدفع المحيطين بهم إلى التذمر من شكواهم واصفينهم بالإصابة بإنفلونزا الرجال، إلا أن العلماء أعلنوا مؤخرا أن الرجل قد يعاني من أعراض أشد بسبب إصابته بفيروس الإنفلونزا مقارنة بالمرأة. وتقضي نظرية إنفلونزا الرجال بأن الذكور يميلون إلى المبالغة في الأعراض الخفيفة للبرد أو أي مرض غير خطير. وأعد الطبيب كيل سيو من جامعة نيوفولند الكندية تقريرا علميا بهذا الشأن. اكتشف الطبيب أن الرجال قد يمتلكون بالفعل مناعة أكثر ضعفا أمام الفيروسات المتسببة في الإصابة بالإنفلونزا، وقد يواجهون أعراضا أكثر شدة. ودلت الدراسة على أن الرجال بحاجة إلى وقت أطول للعودة إلى الحالة الطبيعية مقارنة بالنساء. ويعتقد سيو أن الرجال في حقيقة الأمر لا يبالغون في أعراض المرض، بل لديهم مقاومة أضعف لفيروسات الإنفلونزا من النساء. وربما تلعب الهرمونات دورا رئيسيا هنا، مع العلم أن هرمون الأستروجين النسائي يضمن الحماية من مثل هذه الفيروسات، كما أنه من شأن هرمون التستوستيريون أن يحد من رد فعل جسم الرجل على فيروسات الإنفلونزا. يرى العلماء أنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات في هذا الموضوع. لا دراسات ولا شيء، أنا بخبركم يعني الحريم كل شيء ماخذين أحسن منه نحن ريايل. الحين دكتورة ندى محد ولا كان هبت فيني، بستغلنا هذا الموضوع. عندهم حتى في المرض محظوظين أكثر منه، لكن يوني يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني حتى في المرض عندنا نحن يعني زيادة في الحظ منهم الحريم، ولا شو رأيك أيمن؟ صح يقول لي صح أيمن. عموما نحن متواصلين معاكم مستمعين على أرقام الهواتف 600-551-414 أو عن طريق رسائل نصية على 4006. معنا في التنسيق اليوم أحمد سلامة، وفي الإخراج أيمن سرحيل. فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله راجعين. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا أرقام التواصل معنا مستمعينا 6005551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا موجودين معكم لايف على DHA_Dubai وعبر حساب نور دبي. أعلنت هيئة الصحة بدبي عن الملامح الرئيسية لمنتدى دبي الصحي 2018 اللي بتنطلق فعالياته بإذن الله يوم 15 يناير 2018 المقبل، وبتستمر يعني فعالياته لمدة يومين يعني 15 و16 يناير 2018، وذلك برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأيضا إن شاء الله بحضور عدد كبير من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والأطباء من مختلف دول العالم يمثلون 18 دولة مختلف القارات بجانب 35 متحدث. طبعا احنا نتكلم عن استعدادات الهيئة لتنظيم منتدى دبي الصحي يعني الجديد في نسخة 2018. معنا في الاستوديو الأستاذ غانم لوتا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير وعبد الله. صباح النور والسرور يا ابو. بداية يعني نبغي ناخذ فكرة عن المنتدى، منتدى دبي الصحي، يعني هذه النسخة بتكون النسخة الثانية وهي متواصلة ل يعني استعراض جديد الصحة في العالم من خلال هذا المنتدى. خلنا ناخذ المستمعين بس على أبرز الأشياء اللي صارت في النسخة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أتقدم باسم آيات الشكر والامتنان للحكومة الرشيدة ورعايتها وتوجيهاتها المحفزة لهيئة الصحة بدبي، كذلك أتقدم بكافة العاملين في هيئة الصحة وفي القطاع الصحي في إمارة دبي بالتهنية على أساس نجاح المؤتمر الأول والاستمرارية في هذا المنتدى، منتدى دبي الصحي. من ناحية منتدى دبي الصحي لسنة 2017 كان منتدى ناجح بكل المقاييس. كيف نقدر نقدر أنه ناجح بكل المقاييس؟ أول شيء تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله للمؤتمر، كذلك الشيخ حمدان بن محمد، كذلك مجموعة من الوزراء خلال الجلسات والحلقات اللي كانت موجودة أو الحوارات النقاشين اللي كانت موجودة. أعطى وزن لمنتدى دبي الصحي. هذا مثل نوع من النجاح والاستمرارية له. كذلك المعرض التكنولوجي اللي كان موجود في المعرض والمصاحب له، هذا كذلك تم عرض كافة التكنولوجيا والخدمات الحديثة والذكية زائد الذكاء الصناعي في المنتدى دبي الصحي السابق. إذا حبينا نتكلم عن منتدى دبي الصحي الثاني اللي إن شاء الله اللي أول شيء أعلن معالي حميد القطامي البارحة من خلال مؤتمر صحفي وضمن مؤتمر كافة وسائل الإعلام، أن المؤتمر أول شيء المنتدى دبي الصحي قام على أول شيء استندت أو المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر على المسارات والتوجيهات المستقبلية لرؤية دبي لرؤية الإمارات 2021. المحاور اللي بيتطرق لها إن شاء الله المؤتمر قصدي منتدى دبي الصحي مجموعة من المحاور الأساسية في قطاع الصحة. نتكلم إن شاء الله من ضمن المحاور صحة الأسرة ورفاهية المجتمع اللي الحكومة تعطيها جل اهتمامها لسعادة أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة المباركة. ثاني شيء اقتصاديات الصحة المستدامة لما لها تأثير من دعم القطاع الصحي واستمرارية توفير كافة الخدمات والتكنولوجيا الصحية الحديثة. بنتكلم عن فيلم ومنتدى دبي الصحي كذلك ل 2018 إن شاء الله اللي بينطلق في تاريخ 15 إلى 16 يناير. التكنولوجيا والابتكار في مجال الصحة، بنتكلم عن الطاقة المستدامة، الطاقة المستدامة ولما لها من أثار. إذا نتكلم عن الطاقة المستدامة والبنية التحتية في المجتمع وفي الدولة، هذا يعتبر من المعايير الأساسية لكافة الدول المتقدمة، والحمد لله رب العالمين دولة الإمارات وإمارة دبي من السباقين للمتابعة هذه الأمور والإشراف عليها.
كذلك نحن ما ننسى دور الشباب والرعاية الطبية على أساس أن هذا هو الجيل اللي يحافظ على الاستدامة في هذه الموروثات العملاقة لهيئة الصحة كذلك لدولة الإمارات. كذلك طبعا نتطرق لرأس المال البشري وكذلك المعايير الصحية للمباني. في مجموعة من المحاور الأساسية بتكون في شرم ما تفضلت أنت بيوسف بيكون في تقريبا 20 دولة مشاركة، 35 محاور بيكون في ورشات عمل تتجاوز 26 بيكون معرض مصاحب له. جميل، يعني محاور وتحديات وأبعاد القضايا هذه تمثل يعني مسألة عميقة في الطرح. يعني لما نتكلم عن صحة الأسرة ورفاهية المجتمع، لما نتكلم عن اقتصادات الصحة المستدامة، كل هذه المواضيع يعني تشغل بال معظم العاملين في القطاع الصحي. فأبغي نتحدث الحين أبو عبد الله إذا ما تكلمنا عن 2018 بالمقارنة مع 2017، شو الأشياء الجديدة اللي حابين تطرحونها من خلال هذين الدورتين؟ طال عمرك نحن في هالأشياء، في طبعا كل المحاور جديدة نقدر نعتبرها، على ليش ان احنا نتكلم عن رؤية هيئة الصحة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. لو نرجع لاستراتيجية حكومة دبي، كذلك رؤية الإمارات 2021، هيئة صحة دبي، كنا الحمد لله رب العالمين نمشي في نفس المحاور على نفس الهدف. طبعا كمجتمع وكأسرة وكشباب هذه أساسيات، وسعادة الموجودين على المجتمع هاي أساسيات تعطيها الدولة أهمية قصوى. ثاني شيء الأشياء اللي بتكون هي مثلا خلنا نتكلم عن المعايير الصحية للمباني. المعايير الصحية للمباني هيئة الصحة تطلع في حالة نلاحظة التطور اللي تشهده إمارة دبي في المباني التكنولوجية والمباني الخضراء، كذلك لابد أن تكون المباني صحية. كيف يعني صحية؟ صحية أن توفر حياة صحية للأفراد أفراد المجتمع المتواجدين في هذه المباني. هناك في معايير خاصة قامت هيئة الصحة بالتواصل مع أكبر الشركات العالمية لقياس هذه المعايير والمناقشة مع شركائنا الاستراتيجيين. عفوا ويوسف، أحب أني أطرق الموضوع. أول شيء أشكر شركائنا الاستراتيجيين اللي تابعين لحكومة دبي، كذلك تابعين دولة الإمارات في القطاع وكذلك القطاع الخاص لدعمهم هذا المنتدى الصحي. هاي بعض المعايير. كذلك عندنا نحن بيكون في منتدى دبي الصحي معرض مصاحب بيتم استعراض التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. شرط ما تعرف أنت بيوسف أن هيئة الصحة قدمت مجموعة من المبادرات أو نقلات نوعية في العلاج عن طريق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مما أول شيء أمن سلامة المرضى بنسبة وايد كبيرة، ثاني شيء استفادة من الوقت، ثالث شيء الاستفادة من الجانب المالي. طيب بعد الله تبغون تعلنون عن أسماء بعض المتحدثين اللي بيحضرون معانا هذه الدورة الجديدة؟ إن شاء الله كل شيء بينعلن في وقته. في وقت في موجوعة في مجموعة عالمية من اللي بيكونوا موجودين في المنتدى. أحب أني أبشر الجمهور مجموعة كبيرة وجميعهم لهم خبرة ووضع استراتيجيات في القطاع الصحي كبير، إن شاء الله بيتم الإعلان عنها خلال التسويق لهذا المنتدى. طيب بالنسبة للمنتدى وين بيكون؟ بيكون في مدينة جميرة إن شاء الله بتاريخ 15-16 يناير. 15-16 يناير في مدينة جميرة بتبتدي الأعمال، أعمال المنتدى من الساعة كم؟ 9 تبتدون من الساعة 9 لحد الساعة 6 أو الساعة 6 العصر تقريبا المغرب. جميل، والدعوة عامة؟ والدعوة عامة نعم، وفي أحب أني أدعو كافة الموجودين في القطاع الصحي. كذلك نحن لو تلاحظ بيوسف أن المحاور اللي مطروحة هاي السنة في 2018 في منتدى دبي الصحي محاور متنوعة تخدم الأسرة، تخدم أصحاب القرار، كذلك اللي يشتغلون في القطاع الصحي، يشتغلون في القطاع الاقتصادي والمالي، كذلك الشباب. تلاحظ ان النوعيه، وهاي تم اختيارها بعنايه فائقه من قبل اللجنه المنظمه للمنتدى دبي الصحي. اذا اجنده عمل المنتدى تتضمن مثل ما ذكر ابو عبد الله موضوعات تخصصيه مبتكره جديده مرتبطه بالرياده في القطاع الصحي، وايضا يعني يتم طرحها من قبل نخبه من المتحدثين العالميين
واللي إن شاء الله يعني بيقدمون الكثير من الفائدة في إدارة دفة هذا القطاع الصحي اللي دائما ما تسعى هيئة الصحة إلى أن يكون إن شاء الله نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أبو عبد الله، إذا كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل أن نختم معك اللقاء. أحب أول شيء أني أدعو كافة الجمهور لاستغلال هذه الفرصة للاطلاع على كافة الخدمات الطبية في مجال الصحة. ثاني شيء أود أني أشكر مؤسسة دبي للإعلام وقناة نور دبي على إعطانا هذه الفرصة. أبو عبد الله، أتمنى لكم التوفيق في تنظيم هذه النسخة الجديدة من المنتدى، واللي إن شاء الله سوف تكون يعني مليئة بالمحاور المتعلقة بالتنمية المستدامة، الابتكار، التقنيات المستخدمة في القطاع الصحي، أيضا فرص الاستثمار والتحديات المستقبلية اللي تواجه هذا القطاع. فسوف يكون مثل عرس صحي يستقطب الخبراء والفنيين في هذا المجال. كل التوفيق، وباب الاشتراك مفتوح، ممكن يعني من خلال الويب سايت يشاركون. نعم، التسجيل في هذا المؤتمر من خلال الويب سايت اللي بيكون اوريدي موجود هو يعني. انزين، واللي يبغي معلومات زياده عن هذا المنتدى ممكن ان يتواصل مع المعنيين عندنا في هيئه الصحه على الارقام 800342 اللي هي 800 دي اتش اي، ممكن يوصلونكم بالمعنيين في اداره التسويق والاتصال المؤسسي بهذا المنتدى. الباب مفتوح قدامكم، اللي يبغي يشارك واللي يبغي يحضر أعمال هذه الدورة، التسجيل مفتوح، وإن شاء الله نشوفكم في هذا المنتدى اللي يعني الدورة السابقة كانت أمور كثيرة مطروحة فيه وكان حقق نجاح كبير مثل ما ذكر أبو عبد الله. فنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه الدورة. شكرا لك أستاذ غانم لوتا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي. شكرا لكم، وبنتواصل معكم إن شاء الله عبر موضوع آخر بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الجميلة والمميزة بكم إذاعة نور دبي. إذا أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، ومتواجدين معاكم عبر إنستغرام نور دبي لايف، وطالعين كذلك على DHA_دبي اللي هو الحساب الرسمي لهيئة الصحة بدبي في الانستغرام. مستمعين، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، افتتح معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة بدبي الملتقى الأول لصحة الرجل، الذي يعني شهد حضور نخبة من العلماء والأطباء المتخصصين من داخل الدولة وخارجها. طبعا في الكلمة الافتتاحية لمعالي رئيس مجلس الإدارة أكد أن صحة الرجل باتت مهددة عن ذي قبل، بالرغم من التطور الطبي الهائل وبالرغم من سبل الرعاية الكاملة التي تتبناها المؤسسات الصحية، والتي تواجه بدورها الكثير من التحديات للحفاظ على صحة الرجل وحياته وقوته الإنتاجية وضمان دوره الفاعل في التنمية والنهضة وتطور الحياة وحركة التقدم. أعزائي المستمعين، يمكن فكرة تنظيم ملتقى خاص أو مؤتمر خاص بصحة الرجل يعني ما بقول غريبة لكن مو متعودين عليها. هل الوضع الصحي للرجل صار يعني يتطلب إنشاء مثل هذا النوع من المؤتمرات اللي وايد متخصصة؟ في بداية البرنامج أنا كنت أتكلم عن إنفلونزا الرجال، كنا الدراسة تقول إن الرجال بحاجة إلى وقت أطول للعودة إلى الحالة الطبيعية مقارنة بالنساء. حد منهم قال إن الرجال ممكن يدلعون، لا، الدراسة تقول إن هنالك يعني أسباب علمية لهذا الموضوع. ولكن
نحن من اتطرق لهذا المؤتمر ومن عرف تفاصيل هذا الملتقى الأول لصحة الرجل. معنا عبر الهاتف الدكتور ياسر السعيدي. دكتور ياسر هو استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى البيت تابع لهيئة الصحة بدبي، وهو أيضا رئيس هذا الملتقى. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالنور أخوي محمد، كيف الحال؟ الله يسلمك. اليوم عاد من بداية البرنامج وأنا أقول أن الرجال مهضوم حقهم يعني في موضوع هذا الصحة. دائما نحن نتحدث عن صحة المرأة وصحة النساء، ولكن الرجال يعني حتى يقول لك أن عملية الدراسة اللي كنت أقرأها هذه لإحدى الجامعات يعني كانت تقول أن الرجل قد يعاني من أعراض أشد بسبب إصابته بفيروس الإنفلونزا مقارنة بالنساء. ف يعني هنالك العديد من الأمراض اللي الرجل قد يصاب بها وتكون وايد صعبة وقوية وتأثر على إنتاجيته. قبل لا أدخل في هذه التفاصيل أنا أبغي أتحدث عن الفكرة الأساسية لهذا الملتقى دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لملتقى صحة الرجل أو الفكرة هاي، طبعا التوعية ضرورية في المجتمع. التوعية بالنسبة للنصف الثاني من المجتمع أو بالنسبة للمرأة، نلاحظ أن في المجتمع في إقبال كبير على الفحص الدوري للنساء، بخصوص سرطانات الثدي. أنا أختلف معكم، النصف الأول نحن الثاني بالضبط. إحنا بما أن ياسين نتكلم عن ملتقى الرجل فحين إحنا بنحط مارنا في المركز الأول اليوم. إنزين، ففي مواضيع متعلقة بالرجل يمكن في مجتمعاتنا الشرقية ما نتطرق لها، ممكن لأنها تكون تعتبر من الأشياء المحظورة أو الأشياء اللي يكون الواحد يقول والله عيب أتكلم فيها. شيء ثاني، الرجل دائما يحس أنه الأقوى، لازم يبين قوته، دائما هو بخير، دائما هو اللي يحاول يبين للبيت للعائلة أنه هو اللي مسيطر، هو اللي قاعد يوفر كل شيء. فبالتالي يحاول بشتى الطرق يتجاهل صحته، يعني الطريقة لا شعورية. طبعا صحة الرجل من 2003 طلعت جمعيات خيرية خصوصا في استراليا اللي هي المستاش كوميونيتي، وكان بداية الهاشتاج لتوعية الرجال في استراليا عن أمراض السرطانات المتعلقة بالرجل وأهمها سرطان البروستات. ولاقت شعبية كبيرة، وصارت هنا سنويا عندنا أسبوع، أسبوع الرجل في شهر نوفمبر. إن شاء الله السنة الجاية ما تظن بيكون بعد في شهر نوفمبر على أساس نتماشى مع الأسبوع هذا. بالنسبة لمؤتمرنا السنة، بما أنه هو أول مؤتمر عندنا حاليا في دبي، طبعا المؤتمر يحاول يوضح المشاكل المتعلقة بصحة الرجل بس بمنظور مختلف. عادة كنا نتكلم عن الرجل من منظور التخصص واحد. دكتور قرب المايك الله يخليك، إذا تكلمني من السماعة قرب المايك لأن الصوت يروح ويرجع، يروح بعيد يعني ما بدنا يقطع. تفضل دكتور. إن شاء الله. فعادة في السابق كانوا يتكلمون عن مشاكل الرجل من منظور واحد اللي هو منظور المسالك البولية والمشاكل المتعلقة بها. السنة في هالمؤتمر حاولنا في اليوم الأول من الافتتاحية بدينا بمنتدى للجمهور، مش فقط للأطباء، للجمهور، للحضور، وحضور المنتدى اللي تم فيه مناقشة المشاكل المتعلقة بالرجل من عدة تخصصات، يعني طب العائلة، المسالك البولية، أمراض الغدد، أطباء القلب، أطباء السايكاتريا والطب النفسي، كلهم كانوا متواجدين عشان يتناقشون حول أهم المشاكل اللي يتعرض لها الرجل، منها طبعا السن، كبر السن، منها أمراض البروستات، أمراض القلب، هاي المشاكل. ويعني بالرغم من الدعاية والإعلام ومحاولة جذب أكبر كم من الجمهور، لكن الحضور كان جيد، لكن مش
بالمتوقع. لو نحضر مؤتمرات النساء نشوف النساء يتهافتون على هاي المؤتمرات ويحضرون يبون يعرفون شو الأفضل. تجاه الرجل لصحته هذا شيء مو مصلحته. فهاي المؤتمرات هاي تكون إحدى الطرق لتوصيل الفكرة جميل. للمجتمع وللرجال. إنزين أنا بس سألتني في مجموعة أسئلة دكتور، يعني بتطرق لهذه النقطة اللي أنت تحدثت عنها اللي هي تجاهل الرجل لصحته، ولكن يقول لك هني يعني هاي إحدى الخوات تقول فكرة تحترم، يعني لو يقولون مثلا صحة الإنسان أحسن، يعني يقول لك في سؤال ثاني ومن أطول عمرا حسب الإحصائيات الرجال أم النساء؟ شو دكتور؟ في مثال يقول الحريم دائما يتمن بعد ريايلهم، يعني سبحان الله أعمار النساء تكون أطول. لكن عموما في الدراسات العالمية في الإحصاءات السن بالنسبة للرجال والنساء في تزايد عبر السنوات العشر الأخيرة. إنزين لها السبب ظهور أمراض المتعلقة بصحة الرجل، يعني في أشياء في أمراض متعلقة بالرجل ما تكون موجودة في المرأة، مثل الأمراض المتعلقة بالعجز الجنسي، الأمراض المتعلقة بسرطان البروستات، الأمراض المتعلقة بالأورام المتعلقة بالخصية. هاي الأشياء خاصة بالرجل، لها السبب فكرة المؤتمر هذا. بالمقابل فكرة وجود مؤتمر خاص للمرأة للتطرق لسرطان الثدي، يعني شيء مقابل شيء. في اليوم الثاني الحين من المؤتمر طبعا التركيز أكثر على القطاع الطبي. اليوم مثلا المحاضرات كلها متعلقة بالعجز الجنسي والأسباب من عدة أو يعني من عدة تخصصات، مثل تخصص الطب النفسي، أمراض القلب وعلاقتها بالعجز الجنسي، أمراض الغدد الصماء وأهمها السكر وتعلقها بالعجز الجنسي وكيفية طرق العلاج. وحاليا يتم بث حي مباشر من غرفة العمليات في مستشفى دبي لإجراء حالات لعلاج العجز الجنسي جراحيا عن طريق غرف العمليات في مستشفى دبي للمؤتمر عنا في كلية محمد بن راشد الطبية. فهاي المواضيع اللي اليوم راح تكون كمحاور موجودة عندنا. والله دكتور أنا ما كنت أعرف أن نحن في عندنا عمليات يعني نسويها لعلاج العجز الجنسي. الحين بالنسبة للعجز الجنسي طبعا الحلول تبدأ بالحلول العلاجية الدوائية وبالحلول الغير جراحية كبداية، لكن إذا وصلنا لمرحلة أن هاي العلاجات ما جابت نتيجة، الحل النهائي والحل الأخير يكون هو عبارة عن زراعة جهاز يساعد الرجل على الحصول على الانتصاب المطلوب للوصول إلى علاقة حميمية كاملة. جميل. يقول لك دكتور هل النساء يقول النساء هم سبب أمراض الرجال، هل هذا الكلام صحيح؟ ما في حد سبب لشيء، هاي أشياء كلها بعد الرجال بعد سببه وايد أمراض حق الحريم. لكن ممكن ترى إذا عندك البيت مو مستقر وفي يعني ضغوط الطرفين يضرون بعض، ممكن يضرب العلاقة الحميمية اللي موجودة بين الرجل والمرأة. زين. الرياضة والأكل الصحي يساعد في علاج كثير من الأمراض ويساعد في إطالة العمر بإذن الله. هذا أحمد يقول لنا هذا الكلام. المشاكل النفسية واحدة من المحاضرات بتكون إن شاء الله عن التغذية والرياضة ومدى تأثيرها على إطالة العمر وعلى الصحة بشكل عام بالنسبة للرجل، وإن شاء الله باكر اللي هو بيكون اليوم الأخير للمؤتمر المواضيع اللي بنتطرق لها بيكون أمراض تضخم البروستات الحميد، سرطان البروستات وكيفية الفحص المبكر عنها وطرق العلاج. جميل. مشاكل الأخصاب عند الرجل
ومشاكل سلس البول. يقول لك هني في يعني ممكن تعملوا توعية للرجال باستخدام منتجات خاصة لهم بالعناية الشخصية حتى لا تنتقل الأمراض عن طريق الحلاقة أو ما شابه، هذه من ضمن الاقتراحات. حد يقول أكثر أمراض الرجال هي القلب، دائما يجيهم أمراض القلب. نعم، مثل ما خبرتك يعني واحدة من المحاور اليوم ياسين نتكلم فيها هي المواضيع المتعلقة بأمراض القلب والرجل، إنزين من منظور متخصص موجه للرجل، إنزين ومشاكله الخاصة اللي ما تتعلق بالمرأة. ريال قلبه كبير. هاي المواضيع كلها إن شاء الله بيتم التطرق لها اليوم عن طريق البرنامج اللي مسوينا. الرجال قلبهم كبير دكتور. في 4 غرف. زين يقول لك كيف نتجنب أمراض البروستات وهل هنالك فحص ذاتي الشخص يقدر يقوم به؟ لأن هنا هذا يقول عن هذا، لأن الحريم يكسرون قلوب الرجال وتيهم الأمراض. لا الحريم بالعكس. زين يقون الرجال من الأمراض، بس خلنا نقول دكتور كيف الواحد ممكن يتجنب أمراض البروستات؟ بالنسبة للرجال طبعا تضخم البروستاتا وامراض البروستاتا في 80% من الحالات يكون تضخم حميد، والتضخم يصير مع العمر. يعني عند الرجال عموما بعد سن 40 عدة البروستاتا تبدأ تضخم، لكن في نسبة منها اللي هي 20% تقريبا ممكن التضخمات هاي تكون تضخمات خبيثة. انزين فهني دور الفحص المبكر لهالسبب التوعية لسرطان البروستات وللفحص المبكر عند الرجال ضروري جدا، وهذا الهدف الرئيسي من هالملتقى ان الرجل بفحص دم بسيط ممكن يعرف اذا هو عنده قابلية ان تصير عنده هاي الاورام ولا لا. طبعا مثل ما نعرف في جميع الاورام الخبيثه عافانا الله والسامعين، ان اذا تم الكشف مبكرا عن هاي المشاكل العلاج يكون افضل واسرع ويكون اشمل، زين ويقضي على المرض من جذوره من البدايه قبل لا يكون منتشر. لان عموما اورام البروستات تكون اورام من غير اعراض في البدايه، فالطريقه الوحيده للكشف عنها هي بالفحص المبكر. طبعا هو عن طريق فحص دم وفحص سريري بسيط. زين وحاليا على مستوى العالم الفحص هذا يتم بعد توعيه الشخص بالاشياء الايجابيه والسلبيه والاشياء اللي ممكن تحصل في حال إذا الواحد قدر الله ما شاء فعل اكتشف أنه عنده ورم من هالنوع وشو العلاجات المتوفرة، ومن ثم هو يقرر إذا يقوم بهذا الفحص ولا لا. طبعا هاي الفحوصات بسيطة تعطي معلومات دقيقة وممكن نوصل لتشخيص، وفي حال إذا كان في شك أن في أي تغير خبيث في البروستات تتم الفحوصات الدقيقة اللي منها أخذ عينة من البروستات لتحديد ما إذا كان في ورم خبيث ولا لا. هني سعيد يقترح ليش ما تكون حملة في كل إمارة يسوون فيها فحص دم؟ طبعا بالنسبة للبروستات حاليا مثل ما قلت لك التوعية هي الأساس. إذا الرجل كانت عند المعلومات الكافية وكان عند الفهم الكامل للموضوع، مجرد أنه يروح لطبيب العائلة أو طبيب الأسرة ويطلب منه الفحص يتم له إجراء الفحص. زين في حال إذا وجد عن طريق الفحص هذا أنه في شك أن احتمالية أن في مرض خبيث أو تغير خبيث يتم تحويله للقسم المتخصص اللي هو قسم المسالة البولية لأخذ العينات من غدة البروستات وتحديد بالضبط إذا ما فعلا المريض مصاب بهالشيء ولا لا. هذا في عندي 2 في الاستوديو عقب البرنامج شكلهم بيصيرون يسوون الفحص الحين. خلي يسوي تليفون. يقول لك الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. طبعا أهمية الرياضة أهمية كبيرة، لأن الواحد مع الرياضة واحدة من المحاور اللي اليوم كانوا يتكلمون فيها أن الرياضة واللياقة البدنية
تساعد على الحفاظ على صحة الإنسان عموما. وبالنسبة للرجل المشاكل العجز الجنسي والمشاكل الصحية الثانية مثل السكر والسمنة وأمراض القلب معدلاتها كلها تقل مع الرياضة، ممارسة الرياضة المستمرة. نعم دكتور، يعني أنا قاطعتك في موضوع يعني صحة الرجل، كنت أبغي تتحدث عن الرجال مهملين صحتهم بشكل كبير وعدم تواجدهم في مثل هذه الملتقيات أو المنتديات. باخذها هذه المداخلة على أساس أن هي أيضا سوف تكون كلمة أخيرة تبغي توجهها دكتور. أنا يعني الفكرة كلها من منطقة صحة الرجال كانت توعية المجتمع، توصيل رسالة للرجال بالنظر بشكل دقيق وجاد في صحتهم، خصوصا أنت من ناحية أورام البروستات. لو حاليا على مستوى العالم نسبة سرطانات البروستات أو تشخيص سرطان البروستات صار أعلى نسبة على مستوى العالم من ضمن كل السرطانات الموجودة. بالمقابل عندنا في منطقة الشرق الأوسط الخوف من هالشيء، الرجال عندهم عقدة أنه عيب أو أنا ما في مب في حاجة لعمل فحص طبي، هاي الأمور كلها أدت إلى تشخيص الأورام هاي اللي قاعدين نشوفها حاليا في مراحل متأخرة. خلاص العلاج ما يكون متوفر، علاج ناجع للمشكلة ما يكون متوفر في هاي الحالات، فالتوعية ضرورية. أتمنى أن الرسالة تكون وصلت. وصلت دكتور، الحين ما خلصت البرنامج سأرى أخذ تطعيمات أصلا، لكن شكل بسوي الفحص بعد بالمرة. وهذه دعوة لكل الرجال اللي يمرون عند أطباء الأسرة، الله يخليكم سووا هذا الفحص، مسألة يعني حياة وموت هاي دكتور. نعم زين. شو يقول هني في رسالة؟ الفكرة ممنوع الوقوف لا هذا موضوع آخر يتكلم عن شغلة مرورية. دكتور نحن شاكرين لك هذه المداخلة، نتمنى لكم التوفيق. بكرة مستمرين في الملتقى مالكم صح دكتور؟ نعم باكر بيكون إن شاء الله اليوم الأخير مثل ما قلت لك، دعوة عامة مختلفة عن اليوم، والمحاور بتكون عن أمراض البروستات وسرطاناتها. دعوة عامة دكتور؟ المحاضرات هاي طبية أكثر يعني، لكن الجمهور ممكن يحضر ممكن يستفيد. طبعا المحاضرات كلها باللغة الإنجليزية لأن أغلب الحضور جاي من برا البلاد، وعندنا زائرين من فرنسا من كندا من النمسا من أستراليا من دول مختلفة من رومانيا. ممتاز إن شاء الله. نحن نتمنى السنوات القادمة دكتور أن يكون هنالك يعني اللغتين حاضرات في هذا الملتقى. أيضا نتمنى تواجد أكبر من قبل الرجال في هذه الملتقيات أو المنتديات. كل التوفيق لكم دكتور ياسر السعيدي، استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى دبي ورئيس الملتقى الأول لصحة الرجل. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا جزاكم الله خير. مشكورين. إذن كان معنا الدكتور ياسر السعيدي رئيس مؤتمر صحة الرجل، هذا الملتقى اللي يعد الأول من نوعه في ويركز على صحة الرجال. عموما نراكم إن شاء الله في برنامج صحة وسعادة مطلع الأسبوع القادم، بتكون معاكم بإذن الله الدكتورة ندى الملة. أنا يعني بكون خارج الدولة لارتباط بالعمل، ولكن إن شاء الله دكتورة ندى يعني بعد طول غياب جايبينها نحن تقدم البرنامج خلال الأربعة أيام القادمين. فحتى ذلك الوقت نقول لكم يعني شكرا لأحمد سلامة، شكرا لبنوح أيمن سرحيل، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.